اتأخرت كده ليه؟ جبت معاك الحقنة؟ أنا عايزة حقنة يا أسامة، حقنة واحدة بس، آخر مرة. رانيا ما عنديش استعداد أضحي بالبيبي، أضحي بالبيبي عشان الكيف، عشان الكيف زلك، ما عنديش استعداد. بص رجلك يا أسامة، أنت مش فاهم أنا حاسة بإيه، أنا مش قادرة عشان خاطري. عشان خاطري آخر مرة يا أسامة، بجد آخر مرة، حقنة واحدة بس يا أسامة، ما تسيبنيش كده.